يا حضور يا حمد شرطة ما عندي فغان يمشي يعني هنطر على كتافي بان ياها وبين عبد هادي وبين يمكتافي وبنصبن وبنطيب وبنبغ المغرير ونهار خدتو وانا بيخدم عاك يسكر بيخدم عاك يسكر بيا وبيخدم الحشيش والصاب والصاب عليا ملي كبرت دابا عندي 62 عام ملي كبرت بطلتي راح مع الناس ملي خرجي خرجي مع الناس هذه في سبيلتي انا ما عنديش فين نمشي ما عنديش انا نطلع من فوق نتفرج على داري ما عنديش فين نمشي ندير قيطون ندير قيطون عاش المالي من هذا المنبر كنحيي المالي يعطيني حقي ويتدخل كان من هذا المنبر كنقول نرد الرساله كنرسل المالي محمد السادس يتدخل في هذا الامر راه مقرقين هذا ما عطانيش حقي والو ربع سنين وحنا كندعوا قال لي تخرجي عاش الملك عاش الملك عاش الملك هاد الشجره كل المشاهدين بالي انا والولاد بالي انا والولاد استفاده ما شاريها ما شاري الميترو ما استعدوا ما والو جيب لي البوليس التسعينات اللي بدا الكاريان بن عطاونا الاراضي هنا وكنعرفوها هي اللي كتحفر وهي اللي كتدبر تما الخلاش يزتهم على كتافها ولادها معاها وكيتجارى هو كنا نشوفوا نوبا نوبا وهاد الدار ديال هاد السيده بالقانون ولا باش ما بغات تكون وكنطلبوا من جلالة الملك يوقف مع هاد المراه راه ما عندها فين تمشي ما عندها فين تبرد راه هذا اللي غيخرج هاد المراه ولادها راه ما عندها فين تمشي ما عندها فين تمشي هاد المراه من نهار خلقنا في الكاريان وهي هالمرة معانا الساعة اللي بنينا عاطينا سيدنا 91 بنينا هي معانا هي ولا ولادها صغار وهي كدرون تم المسمن دارته تم الحرشة دارته تم الغنم كان دير هنا كدرون كل شيء هو هو ما يخلي حتى حاجة هو كل شيء باغي يدير باغي يدير شرينا من عندها باش عيدنا احنا ديما كنا ناخذوا من عندها باش نشوفوا كي معاها وعاش الملك وجي جيران 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 وجيراننا من الكاريان من الكاريان صغار ديال الدار ديال هذا الملك ديال الدار ماشي ديالو عطانا جلاله الملك استفدنا من الدار ديالو عاش الملك الملك هو اللي عطانا الارض وبنينا هنا وحولنا هنا عاش عاش لا خويا هادشي جاي من قديم كانتش دعوه قضائيه بينه وبينها المهم هاد السيده اصلا 46 عام هي مزوجه بهذا السيد اللي هو الامن ديالي شوف من كبرات وقلبت الحاجه وهذا ما قال ليها غادي ندعيك باش نطلقك ربع عام كنعاود قضائيه وتخوي لي الدار اصلا الدار هي شاريها كانت براكه شاريها بفلوسها بحرمانها ديما كتخدم وما كان خدام لا رسال هي اللي كتخدم كطيب المسمى كتصبر هاد العيالات هاد الناس حتى دارت في الدار هي ودار الخوت يخرجوا من المدرسه وعاونوها حتى طلعت الدار مؤخرا كيرفع لها دعوه قضائيه كيقول لها الافراق وجاب لنا هذا الحكم بالافراق وحنا دافعين السينا في شربان في العقد ودافعين شكايه معالي وزير الداخليه ومعالي وزير العدل وحنا كنطلبوا العفو المولوي السامي بن جلال الملك عاش الملك شوف اخويا انا كنطلب من صاحب جلالة الملك ياخذ لنا الحق من الاب ديالنا اللي هو تعدى علينا كيفاش مع الوالد ضربات مع ثلاثة كاريات شعلت فينا العافية ما هي مرة ما يجوش باش كبرتنا وتعذبات على الدار هادي باش يجي هو بليس كبر وصل لواحد السن ومشي يتزوج بمرهوشة خانزة ديال الخلا ويجي يجري على الوالدة ديالو ورمينا حنا للشارع هادشي راه ماشي حق هادشي راه ما كيبغينا الله هاد السيدة الدار ديالها حنا نحكموا فيها اليوم وغدا لا هي ولا ولادها ما عندهاش فين تخرج لا هي ولا ولادها عاش الملك عاش محمد السادس الاصل ديال هاد الدار هادي الاصل ديالها براكه كوخ هاد الكوخ هاد الام ديالي هي اللي شاريها والاب ديالي نصب عليها وحنا اللي بنينا هاد الدار انا والام ديالي والاخوه ديالي الاصل ديالها حنا اللي بنيناه واليوم كينصب علينا هو كيدير الاوراق ديالو في سميتو وكيقول لنا الدار ديالي الله اعلم باغي يبيعها ولا ما عرفتش باغي يدير باغي يشردنا حنا سته الخوت ثلاثه الام ديالي مابقاتش عندها الصحه صافي الصحه ديالها مشات هو اللي دوب لها الصحه ديالها والاصل حنا راه كنا الام ديالي كتجف في الارض غير تراب التراب كانت كتجفو واليوم ملي قلت الصحه ديالها بغى يبيع الدار وبغى يشتتنا حنايا مزيان حنا سته الاولاد ثلاثه الدريات وثلاثه الاولاد ما عندنا فين نمشيو واش الملك وكنطالبوا من جلاله الملك ياخذ لنا الحق ديالنا.